السكان في المياه الصالحة للشرب للتعافي من أزمة حادة في الإقليم، وكذلك مع الطرقات التي تعثر إصلاحها لمدة 4 سنوات، وكذلك الصحة التي هي أخرى تنخر جسمها ينخر يوم بعد يوم، وكذلك التعليم. هذه هي الأمور المهمة التي كان يجب أن تكون في جدول أعمالنا. شكرا. وكاين قرارات وكذا، حنا غادي نصفقوا نقولوا الله يسخر، ولكن مستقبلا بعد ما نشوفوا شي حاجه بحال هذا الشكل، هذوك راه تربط لي الاحداث هذيك القضيه ديال الاتفاقيه الكبرى ديال الجيل، عودناها وعودناها وشوف دابا واش غادي تيسر ولا ثاني غنعاود نديكو في الكار. راه شويه امور ما رئيس ان الناس يموتون خارج المستشفى وداخل المستشفى ولا احد ينتبه اليهم. اما المسؤول عن الصحه الان يعيش في عالم بعيد عن الصحه، والصحه الان تتخبط في مشاكل لا حصر لها. وبالتالي اقترح عليكم ان تبادروا بدوره استثنائيه وحل مشكل الماء والصحه ايضا. وشكرا. رئيس لجنه الشؤون الاجتماعيه عضو يعني تسيير، فالاقتراحات ديالو ربما كانت تكون في المكتب وجيب من جوج تاع الدور وتير بعض الاشكالات اللي هي ما اشنو يعني هو عضو في يعني تيديرها في المكتب ويدير اقتراح يعني يوضعوا في المكتب والمكتب يدرج هذه النقطه ديالو يعني في جدول اعمال الدوره